طب احنا عايزين نعمل شويه ادجستمنتس. اولا البارتكلز ما بتقعدش كتير، بتختفي، فانا عايز كل بارتكل تقعد شويه صغيرين كده على الشاشه عشان اشوف الحركه بتاعتها. فانا هقول له لايف بير سكند هي معموله 3 ثواني، فانا عايز اقول له انها تقعد اكتر من كده. تمام، دي نقطه. النقطه الثانيه، بما انها تقعد اكتر من كده يبقى انا هروح هنا اخف البيرث ده. تمام، لو جينا عملنا زيرو اهي زي ما احنا شايفين الانقسامات بتاعت الخلايا. نقي بقى انت من هنا اللي يناسبك في حته، يعني ممكن اقول له سبليت كليب لوب، تمام، بس هنا زي ما قلنا جايبها كانها فريم. هنا ستارت ات بيرث بلاي وانز، ستارت ات بيرث ستريتش، بس انا حاسس ان في ان هم ايدنتيكال من بعض. سبليت كليب بلاي وانس عمرها ما هتشتغل، تمام، لكن افتكر هي ستارت ات بيرث بلاي وانس دي. افتكر ان هي كده زي الفل. ممكن لو انت عايز تبقى مور اكيرت ممكن تقوله سب فريم سامبلنج، تمام، فهنا هيلقط الحركه من الكليب التاني فريم باي فريم. النقطه التانيه والاهم دي خليها 15 ثانيه، تمام، وعايزين كمان ان احنا نروح للسايز ونكبر السايز ده شوية، وعايز راندومايزيشن في السايز بالشكل ده. لو شلنا بقى بارتيكولر دي خالص هنلاقي اللي احنا شايفينه ده. عشان كده انا قلت انا هشيل الجلو، يعني انا حاسس ان انا هشيل الجلو اصلا، فانا هشيل ده كده وارجع هنا هلاقي الدنيا ظبطت جدا. او انا ممكن اخلي الجلو، بس هي بس الفكره وما في ان انا ممكن اخلي ده 0.5 ولا حاجه، تمام، بحيث ان انا برضو احتفظ بشويه من الاورجانيك او الاورجانيزم بتاع دي. طبعا في هنا حاجه المفروض تتعمل، سوليد سيتنج ميك كوم سايز، برضو سي سي جلاس سوليد سيتنج ميك كوم سايز. في الجلاس على فكره لو انت رفعت الهايت او قللته فانت براحتك، يعني خلي بالك اعمل اللي انت عايزه هنا. ديسبليسمنت عايز تزودها عايز تقللها برضو اتس اب تو يو. لايت انتنسيتي، تمام، ارجع هنا نعمل بقى زيرو ونشوف الريزلت، وهرجع لكم بعد البريفيو نشوف اللي احنا وصلنا له هنلاقيه بالشكل ده. طبعا تقدر انت بقى، يعني انت فهمت الفكره، تقدر تعمل تويكينج فيها زي ما انت عايز، تقدر تدمج معاها حاجات تانية. اتمنى بس تكون الفكره واضحه وتكون وتكون واصله لكم. ممكن يعني انا شايف شويه ان هي شارب حبه، فاحنا ممكن او شارب شويه فاحنا ممكن نروح هنا ونخلي ده بتاع 10 بس، بحيث يعني يبقى فيها سوفتنس بالشكل اللي احنا شايفينه كده. اتمنى يا رب تكون الورك شوب دي عجبتكم، كان في شويه كلام كويس وشويه استغلال كويس للبيلت ان تولز بتاعت الافتر مع البارتيكولر والبلكسس، واشوفكم في الورك شوب اللي جايه ان شاء الله.